ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين في برنامجنا وقناتنا الجميله قناه الصحه والجمال في اول ليله من ليالي شهر رمضان الكريم وبيشرفني ان بيكون معانا ضيف بيحل علينا ضيف فضيلة الشيخ جابر العطيفي الداعية من الأزهر الشريف شيخ جابر كل سنة وحضرتك طيب حضرتك طيب وسهل وعايزين نقول إن في أول ليلة من ليالي رمضان أنت بتشرفنا ربنا وتعودنا قبل كده السنة اللي فاتت كنا مع بعض في صحيح. ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم ولكن في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم فضيلة الشيخ جابر عايز أقول لك إحنا بنستقبل شهر رمضان في أول ليلة بنستقبله إزاي؟ يعني عايزين نخلي رمضان احنا كنا بنقول في المقدمة ازاي اخلي رمضان مختلف عن كل سنة انا صمتها قبل كده لازم السنة دي عايزها تكون مختلفة عايز مختلفة في صيامي في قيامي في عاداتي في تقاليدي في معاملتي مع الناس معاملتي مع اهلي معاملتي مع اخواتي مع اصحابي مع اصدقائي ازاي اخلي رمضان مختلف عن اي رمضان تاني تفضل حضرتك وتقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. اهنئ نفسي بداية واياك والعاملين في القناة والمشاهدين جميعا ببلوغنا شهر رمضان. الحمد لله كنا ندعو منذ قريب آه يا استاذ هاني اللهم بلغنا رمضان. رمضان. بلغنا الله رمضان بغروب شمس اليوم. ايوه مع اننا لم نصم. الصيام غدا. <applause> ولكن أول ليلة بدأت بلغنا الله رمضان. <applause> لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عند ابن ماجه وغيره كما في السنن إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النيران. وفي رواية أبواب الجحيم غلقت وفتحت أبواب السماء. وتنزلت الرحمات وصُفِّدت الشياطين. ومرضة الجن ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر الله ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة في كل ليلة كل ليلة, مم ليلة لله عتقاء من النار مم بداية يا استاذ هاني شهر رمضان ليس كغيره من الشهور اطلاقا مم شهر رمضان ليس كباقي شهور العام مم الشهر الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن الكريم رمضان. فعلًا اه وخلد ذكره في القرآن. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل فيه. القرآن. يكفيه هذا الشرف. الله. يكفي الله شهر رمضان شرفا أن الله أنزل فيه القرآن. فخلد بخلود القرآن. الله. شرف هذا في القرآن فقط لا وفي السنة المباركة أيضًا. <applause> كما جاء عن رب العزة في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم الصوم، فإنه لي الله يقول لي وأنا أجزي به، فيكفيه شرفاً أن الله نسبه له الله فشهر رمضان غير باقي شهور العام، لذلك له خاصية له فضيلة أيام مباركة رحمات حسنات كل الخيرات وكأنه فضلتك بتقول يعني حاخد من كلام حضرتك وكأنه هو شهر الله سبحانه وتعالى نعم شهر رمضان نعم هو شهر الله يعني نسبه نعم لنفسه إنه هو حيجزي فيه في هذا الشهر الصائمين نعم وكأنه هو الله سبحانه وتعالى رب هذا الشهر ورب كل شيء ومليك يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيخلي نفسه والله المثل الاعلى ان هو اللي سيجزى في هذا الشهر الصائمين دي بتحس فيها ان انت مع ربنا في نعم هذا يعني الشهر لا لا لم ينسب آه شهر الله الا لرمضان والمحرم آه يعني شهر الله نسب في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل ونسب ايضا في شهر الله المحرم انه لا افضل الصيام بعد رمضان بعد الفريضه في شهر الله المحرم فنسب لله لكن هذا الشهر الكريم المبارك الذي أسماه الحبيب صلى الله عليه وسلم مبارك آه أتاكم شهر رمضان شهر مم مبارك من اللي سماه مبارك؟ النبي, النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في رواية الحديث شهر مم مم مبارك لما فيه من الخيرات يعني إيه, يعني إيه مجيء رمضان يا أستاذ هاني لما أقول أتى رمضان يعني إيه مجيء رمضان معناها كبير جدا معناها تفتح أبواب الجنة آه تفتح لا يغلق منها باب ثلاثون يوما كلها خير كلها رحمة كلها يعني يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما واحدا يوم من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بهذا اليوم به وبين النار عن وجهه سبعين خريفا سبعين سنة في يوم واحد في يوم واحد آه. فما بالك بثلاثين يوم الله. الله شهر فيه تفتح أبواب الجنة أتى رمضان أي فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب النيران فتحت أبواب السماء تتنزل الرحمات والنفحات شهر الخيرات شهر العتق من النيران شهر القرآن شهر الصدقات شهر البر شهر الإحسان كل خير في هذا الشهر فضلتك بتشبه لي رمضان وانا قاعد معاك كده كان رمضان رحله في طائره مده هذه الرحله 30 يوم والرحلة مدتها 30 يوم في كل يوم الرحله هتقطع 16 ساعه هي مده الصيام نعم بتاعنا ونلتزم في هذه الرحله بربط احزمه الايمان نعم وإن كنت بشوف هذه الرحلة بتبتعد فيها عن كل ما يؤذيك من قول فحش أو عمل غير صالح أو شيء يؤذيك ولكن هذه الرحلة المغلفة بالإيمان وحذام الأمان اللي احنا بنقول عليه هو الصيام زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو وجاء لك فنتغلف بهذا الوجاء فالصيام والقيام ونتحلى بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعيش زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوم في رمضان. عايز اخدك معاك لح اروح لحضرتك واقول لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ريت عايزين نعرف دلالات هذا الحديث ايه؟ آه هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره آه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا ايمانا بالله. ايوه. واحتسابا ان يحتسب الاجر من عند الله. م. اخرج ايه؟ تبقى النية مباشرة في البداية لله. م. انا بصوم ليه يا استاذ هاني؟ م. اسال نفسي انا بصوم ليه؟ م. بصوم عشان اخس؟ بصوم علشان اعمل دايت؟ هل انا بصوم علشان الناس بتصوم؟ لا هو في النية مهمة، لذلك م. النية يبنى عليها م. العمل. م. الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم مم. اللام هنا دخلت على فعل الفعل المضارع لذلك قال العلماء لام الأمر مم. فوجب على من شهد الشهر أن يصم باستثناء طبعا أصحاب الأعذار الأعذار المسافر وغيره إلى غير ذلك إذا الإيمان بالله يعني أنا ممكن النية بداية لله وبعد كده يخش جميع جميع هذه النيات تدخل معه مم. الصيام صحة لكن بعد الائتمار انه من عند الله ايمانا بالله واحتسابا اي احتساب الاجر م. من عند الله المقابل ايه؟ م. غفر له ما تقدم من ذنبه م. كل الذنوب تغتفر تحت الحديث ده مباشره من قام رمضان في الصحيحين ايضا أي. ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا صيام بإيمان واحتساب وقيام بإيمان واحتساب يأتي الحديث الثالث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باستثناء حقوق العباد. حقوق العباد احط حواليها دايره أستاذ هاني. حقوق العباد الصيام لما له من فضل عظيم لا يقوى ولا يستطيع على تكفير حقوق العباد. الأموال خصيصا لا يكفرها الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة لابد أن ترد إلى أهلها حتى الشهيد الدين يوقف عند الدين لذلك حقوق العباد ترجع من لم يستطع ده أمر آخر ومات عليها وفي نيته السداد كما سألتني هذا من قبل فالله جل وعلا يؤدي عنه إذن فضلتك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده النية مهمة جدا نعم إذا النية محل كل شيء هتعمله يعني النهاردة أنا في أول ليلة من ليالي رمضان ده هياخدني معاك لسؤال مهم جدا للسادة المشاهدين بيحبوا يسألوا عليه وفي استفسارات كتيرة جدا هل في كل ليلة من ليالي رمضان أنوي أقول أنا نويت أصوم هذه الليلة أو هذا اليوم ولا يكفي نيه واحده لصيام الشهر كله احسن الله إليك سؤال طبعا مهم فقهي اكيد بيحتاجوا ناس كتير جدا يعرفوه جدا لهذه المساله قولان للعلماء قولان القول المالكيه وروايه عند الحنابله انه ينوي للشهر كله كل, كل الثلاثين يوم لشهر رمضان ينوي نيه واحده هذا قاله اهل العلم <applause> وعلى راسهم طبعا المالكيه وروايه عند الامام <applause> احمد. طب جماهير العلماء على ان ينوي لكل ليله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قال ان ان يبيت النية عند كل ليله او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. عليه الصلاه لا صيام بلفظه، لا صيام لمن لم يبيت النية. النية. طب النية عشان ما بقاش هو الرأي الأول فيه رفق للمسلمين فيه رفق إنسان ممكن ينسى لكن ممكن يجمع النية للشهر هذا من أخذ به فلا شيء عليه رأي معتبر وإنت النهاردة لما بتفكر تتصحر ما دي نية هذه نية طيب فضلتك يعني الوقت خدنا انت اكيد يعني معاك الوقت مش هيخلص ان شاء الله زي. واكيد احنا في خلال هذا الشهر الكريم ان شاء الله هيكون معانا حلقات كتير باذن الله هتكون معانا ان شاء الله اسئله كثيره جدا اكيد ان الساده المشاهدين عايبين يعرفوها هتكون معانا لايضاحها إن, إن, شاء الله انتهت فقرتنا وان شاء الله هتبقى معانا باذن الله في الفقرات اللي جايه انا بشكر فضيله الشيخ جبر العطيفي وبشكر عمرو على فقرتك الجميله و ورجعتنا لايام الرسول صلى الله عليه وسلم وجته السيده خديجه بشكركم وان شاء الله بننهي فقرتنا وان شاء الله معانا في حلقات اخرى ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين الله. بننهي فقرتنا ان شاء الله خليكم معنا ما تروحوش في اي حته في فقرات جميله جدا في اول ليله من ليالي شهر رمضان الكريم ان شاء الله نتمنى تعجبكم باذن الله على امل وعد تكونوا معانا خليكم معانا وقت تروحوا في حته معاكم هاني الفرماوي والى اللقاء.